السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله بخير، معكم كالعادة علي قعيشي من مدونة مجهول معلومات محترف للمعلوميات في حلقة جديدة أحباب في الله، التي سنتعرف من خلالها على طريقة عمل صفحة شخصية على موقع ويكيبيديا. هذه ليست حقيقة وإنما هي خدعة أحباب في الله، تقوم بخداع أصدقائك على الفيسبوك من خلال عمل خدعة على موقع ويكيبيديا، يعني عمل صفحة شخصية لك عبر هذا الموقع وهو موقع ويكيبيديا. هذا الموقع يعني غني عن التعريف، يشمل جميع المعلومات وكل ما تبحث عليه عن الفيس في جوجل أحباب الله أو في الإنترنت ستجده على موقع ويكيبيديا. من ذلك يعني فهو بمثابة موسوعة كبيرة أحباب الله، تدخل فيها أيضا حسابات أو صفحات شخصية لمشاهير العالم أحباب الله، سواء في المعلوميات، سواء في التمثيل، سواء في السينما، سواء في المسرح، و بلا نهاية أحباب الله. وفي هذا المجال سنقوم بعمل خدعة كأننا لدينا أيضا صفحة على موقع ويكيبيديا. فطريقة القيام بهذه العملية سهلة جدا، هي بالمرور إلى الرابط الذي ستجده أسفل الفيديو أحباب الله. فبعد المرور إلى ذلك الرابط تقوم بالضغط على Connected with Facebook، هذا هو الموقع، تقوم فقط بالضغط على Connected with Facebook. بعد ذلك تنطبق علينا أنه يجب أن يكون حسابك على الفيسبوك يعني مفتوح أحباب الله، يجب أن تفتح حسابك على الفيسبوك. بعد ذلك كما تلاحظ تقوم بربط تطبيق I am on Wikipedia بحسابك على الفيسبوك، تقوم بالضغط على موافق، ثم بعد ذلك تنتظر قليلا حتى ينقلك إلى صفحة جديدة أحباب الله كما ستلاحظ. إذا بعد الانتقال إلى صفحة جديدة كما تلاحظ ستنتظر قليلا حتى تظهر لك الصفحة الشخصية الخاصة بك أحباب الله على موقع ويكيبيديا. كما تلاحظ هو ليس موقع ويكيبيديا وإنما هو موقع I am on Wikipedia كما تلاحظ. فهنا تظهر الصفحة الشخصية الخاصة بك، هنا تظهر أحباب الله مجموعة من كما تلاحظ هنا المعلومات الخاصة بصفحتي أو بصفحتك على الفيسبوك، تظهر كلها هنا أحباب الله كما تلاحظ. فتستطيع فقط لمشاركتها مع أصدقائك، تقوم بنسخ هذا الرابط وتقوم بإرساله إلى أصدقائك أحباب الله حتى يدخلوا ويروا صفحتك وكأنك كالمشاهير أحباب الله على موقع ويكيبيديا. فهذه هي الطريقة أحباب الله، أتمنى أن تكون قد أعجبتكم. لا تبخلوا علي بمشاركة القناة وكذلك زيارة مدونتنا الرسمية مدونة مجهول معلومات محترف للمعلوميات. كان معكم كالعادة علي قعيشي من مدونة مجهول معلومات محترف للمعلوميات. لا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك وكذلك التعليق أسفل هذا الفيديو. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.